بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. بمزيد من الأسى والحزن نزف إليكم نبأ استشهاد الأخ النقيب البطل أمجد محمد الحميد قائد لواء رجال الله في كمين غادر وصبته له مجموعات إرهابية مسلحة متعاملة مع النظام المجرم. ونعاهد الله والوطن ودماء الشهداء بأننا سننتقم عاجلا غير آجل وبيد من نار وحديد للثأر بروح هؤلاء الأبطال. المجد والخلود لروح شهيدنا البطل أنجل قائد المجلس العسكري في المنطقة الوسطى العقيد الطيار أبو القاسم سعد الدين.